بس وقت اللي قالوا لي انه مرتك واولادك وهذا ما فيه شيء حمدت ربي الحمد لله رب العالمين. الله نجا لي اياه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اي اكبر نعمة اكبر نعمة من عند الله انه الله نجا لي اياه هون غير هيك الحمد لله رب العالمين مو شفتهم خير وسلامة الحمد لله رب العالمين اكبر نعمة من الله لساك ما مصدقنا ما مصدق شيء يعني مثل كله فايت في بعضه ماني مصدق شيء شلت الاولاد لسه ما نزلنا على الغلابه فكرنا هزه عاديه وقفنا نزلنا ثلاث درجات لتحت ما حسينا ضرينا الا وقع علينا البناء كله يعني مشهد ما بنوصل يعني وقت شيء ينطف فوقك وتضل هيك تحت خمس ساعات تحت الامطار شيء ما يوصل